تكون اجراءات حقيقيه ما تحتاج سيطرات بالقوات الامنيه، مو تعبهم وتهلكهم وينعكس تنعكس هذه السلوكيات بالتالي على المواطن. هذه الاجراءات الكارثيه اللي جاي يسوونها بالناس، ابو الدراجه لاحقينه، ابو الدليفري لاحقينه، والله شنو نشاط. طبعا فيما يتعلق بتظاهرات اليوم بالكوت، الشباب واصلوا ذولا ثوار تشين طلعوا اليوم من اجل الضغط على السلطه التنفيذيه متمثله برئيس الوزراء شياع، انه الضغط لتنزيل سعر صرف الدولار اللي دمر الاسواق ودمر الفقير وياه وسحق الطبقه طحنها طحن الطبقه الفقيره، بحيث سعر الزيت صعد والطحين والبيض اللي يعيش عليهن هذا المواطن البسيط. احنا طلعنا شو نريد؟ نريد اول شيء السيطره على عمليه تهريب الدولار لايران وسوريا ولبنان واليمن، وهسه بالاخير والروسية قاموا يهربون العمله من روسيا تعركوا ويا اوكرانيا يودوا لها منها مساعدات من البنك مال الفقره هاي العالم العراقيين، وهاي صار سنين. هسه الولايات المتحده الامريكيه فرضت نظام سويفت ايقاف الحوالات والضغط على المصارف والوصايا على 16 مصرف، وبالتالي انعكس على سعر الصرف وصار 175 واحتمال يوصل 200 ويجوز يكض ال 400، وبالتالي هاي يعني الطبقه الرخوه الفقيره راح تنسحق تحت هذا التاثير. احنا اليوم طلعنا نبهناهم انه لازم يتخذون قرارات سريعه وجريئه، من ضمنها ضخ البضائع والسلع للسوق باسعار محل مدعومه من قبل الحكومه. الحكومه حاليا عندها وفره ماليه بالبنوك ما صايره حتى بوقت هارون الرشيد، فلوس هواي تعرف اسعار النفط. المفروض هسه الحكومه تطلع كل شهر 4 مليار من عائدات النفط يذبها بالاسواق تطشها، تصير على شكل دعم الطحين والبيض والسكر والزيت على مود المواطن يقدر يعبر يعني يقدر يعيش، وبعدين يعالجون موضوع خرق العقوبات الدوليه اللي فارضتها امريكا على هاي الدول من ضمنها روسيا وايران. امريكا تعتبر الدولار مالها، وبالتالي تهريبه عملية تقويض العقوبات على جماعتنا ربعنا اللي يحكمون بالسلطة هسه. فهم الرسالة قبل لا العراق يتهيكل وينتهي. احنا ثوار تشين هاي هسه كخطوة أولى، الخطوات المقبلة ربما احتجاجات قوية عنيفة مثل قبل واحتمال عصيان مدني ما نعرف، فعليهم الاستجابة بسرعة. عم نريد موقف من يومكم، انطالبكم الموقف يا شيوخ عشائر وسط، يا شيوخ جهاء العراق، يا معممين، يا مراجع، يا حمزه، ليش وقت تبقون ساكتين؟ احنا نطالبكم بموقف. صحتك السيارة ب 100 دولار، لكن السوق وقف، شايلك وقف،
على رزق الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، من أمام مكتب نوام واسط. اليوم شباب محافظة واسط وكل الأحرار واقفين وقفة احتجاجية ضد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. للأسف الشديد الدولار يوم عن يوم بعد يصعد، ولحد الآن ما شفنا أي مسؤول حرك ساكن، ما شفنا رئاسة الوزراء حركت. مجلس النوام للأسف الشديد في محافظة واسط ناشدناه أكثر من مرة أنه يتواجه ويانا يشرح لنا شنو سبب صرف ارتفاع سعر صرف الدولار، شنو الآلية اللي يعملون بها، لكن لحد الآن نيام وما حد حرك ساكن وما حد جانا. فإحنا كشباب محافظة واسط كثوار كأحرار باقيين هنا وراح ننصب خيم لحد ما يضعون حل لهذه الأزمة الحقيقية، وإن شاء الله باقيين إحنا بهذه وقفتنا حتى يضعون لنا الحلول الحقيقية والصحيحة. عليه الصلاة والسلام يقول: ملعون ملعون من بات جاره جاع. يا جار اليوم الشعب كله جاع، الله وكيلك جوع الشعب، احذر ثورة الجياع. تعجز تعجز تعجز، شتوى الصب ما لهم صب، ما لهم صب ابد نهائيا. يعني انتم ما اخذتوا عبره، ما اخذتوا عبره من قبلكم. السلام عليكم. اليوم خرج شباب وثوار محافظة واسط أقضية ونواحي. اليوم احنا طلعنا ضد ارتفاع سعر الدولار. طبعا احنا رجال تشرين طلعنا اول طلعتنا اسقاط النظام الفاسد، ولكن ما قدرنا. ليش؟ صارت احزاب والحكومه ضدنا، ومع الاسف ثله من الشعب اللي هي صارت ضدنا ايضا. اليوم من ما قدرنا نسقط النظام نطلع على اي شيء نقدر نسوي. اليوم الفقير شنو ياكل؟ الدولار ب 170 الف دينار. انا اناشد كل انسان حر وشريف ويمتلك ذره من الغيره والشرف ينتفض ويثور بوجه الحكومه الفاسده. اليوم وين دور رجال الدين؟ وين دور شيوخ العشائر؟ يعني انت لابس لك عمامه هالقدها واربع ساعات على المنبر، ولكم وطلعوا احكوا الشعب مات. بريء منكم الامام الحسين، بريء منكم الامام علي. الإعلام متواجد لازم يكون الرفض يليق بمستوى الأذية على قدر المعاناة والمأساة. فاللي ينظم إلى حرارة أهل الرسول يقول الإمام علي يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. أنتم إلى متى السكوت مالتكم؟ ولكم الشعب مات، راح يصير 3000 البيض. الفقير شياكل، أنتم عندكم، الأحزاب عندها، أكو طبقة فقيرة. بس أنا مع ذلك أنا أعتب على الطبقة الفقيرة. اليوم لو كل أبو محل يسد محله ويطلع ويانا، الشباب هاي اللي قاعده بالقهاوي لو تطلع ويانا، يعني مثلا شنو؟ بس احنا ندافع عليكم؟ يعني بس احنا عراقيين؟ انا اناشد كل انسان حر وشريف يطلع ويانا وينتفض بوجه هاي الحكومه والاحزاب الفاسده. اليوم صووا ب 170، وطبعا اكفد معلومه، طبعا قامت ال 169 الشمعه اللي ايدوا عليها المعممين ما قصرت، عبرت ال 169. فاقولا
الله يلعن كل إنسان يصير ضد هذا الشعب الفقير المسكين اللي هي سياستهم ضد الفقير. الفقير يدوسون على راسه، بس لو الفقير ينتفض ويتكاتف الشعب العراقي ونصير ايد وحدة قسما بالله تلك شيء بإيران شيء بريطانيا شيء بألمانيا. فأنا أوجه رسالة لكل إنسان يمتلك ذرة من الغيرة، هي غيرة، أن ينتفض بوجه هاي الحكومة الفاسدة. مشاكلنا عديدة، ولكن هذا اليوم كل شوية من نطلع أمام تكاكين هذا المجلس النواب نطالب بأن نعيش حياة كريمة. نريد هذا المواطن يعيش، شنو يبقى عن باقي العالم؟ ليش؟ ليش؟ عنده ما شاء الله خيرات، خيرات منابر حدودية، مسارات، مراقب، يعني آبادنا فوق، آبادنا فوق. ليش؟ ليش هذا المرمون هاي الخيرات؟ هاي الخيرات تروح لجنوب الفاسدين. دولة ملائكة، كل الدول موجودة الفساد، ولكن فساد، فساد مرض الشعب، منفع عن الشعب. هسه انت لا ترحب ولا تخلي رحمه الله تنزل عليه، ويا لا تطلع على اطارهم حقي ولا انت منطيني حقي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. سبب ارتفاع الدولار هو تهريب العملات، تهريب العمله الى ايران، وسببها الرئيسي هي قيادات الأحزاب الأغلبها منتمية ولاءاتها إلى إيران. لذلك اليوم احنا أعلننا اعتصام 24 ساعة أمام مكتب النواب. الضغط راح يكون على نواب البرلمان، نضغط على نواب البرلمان من أجل إجراء الجلسة اللي رفضها الحلبوسي وكانت موافقة أكثر من 80 نائب. لذلك الضغط راح يكون على بقية النواب من أجل إيصال صوت الشعب إلى البرلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي اليوم رسالة لشيوخنا ويعني وذول جماعة الدين، يعني ذابينها بس بروسنا احنا الشباب، يدزون عليها بالمحافظة يطول شهادة مال شكر وتقدير، والله انت شيخ صح لو لا ها، وقبل اجل شرع الاستورة على الشيخ يسوي له راتب يطول مسدس يحطه بحزابه بطلعي له اجازة ها، ويطول راتب ما يطلعونه صح لو لا، ذابينها بس بروسنا. طلعوا للشارع انتم كباريتنا، انتم المعقلين، طلعوا ويانا. الدولار صار 170، الجقاير صار الباكيت 750، بطل الزيت صار ب 4000. عم شلون نحن نقول واحد من وراكم شلون؟ بلينا كفيك العباد جزعله طقت حتى واحد له. احنا ما نتراجع، نموت 10 يجون 100، نطلع اليوم 100 ما يطلعون 200 و300، لا يقولون ترى قليلين، لا يقولون قليلين. وشوفونه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله تعالى، بإذن الله. اليوم ما عاد يعادل إلا مليون. الله وكيلك ما طول اليوم طالع ورافض الظلم وواقف ضد هذه الحكومات الفاسدة، وهذا ومستعدين يقمعونه، ولكن احنا ما نخاف نواجههم، ما عندنا شيء خسره. الله وكيلك ما عندنا شيء، بصدور العالية طالعين بالصوت. هذا صوتنا هو رصاصة طلقة والله طلقة وكل سلميين. نعم خرجنا سلميين ونبقى سلميين ونستمر سلميين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرج شباب محافظة واسط الأحرار وثوار الأبطال وكل أهالي واسط من أجل خفض سعر صرف الدولار. شهد في الأيام الماضية ارتفاع شديد في سعر صرف الدولار، طبعا هذا يثقل كاهل المواطن الفقير
لذلك احنا مستمرين باعتصامنا امام مقر مكتب مجلس النواب حتى نشوف التجاوب من يمهم ولمون تواقع من اجل خفض سعر صرف الدولار. بسم الله الرحمن الرحيم. نجدد موقفنا برفض هذه الحكومات المتسلطة على رقاب الناس طيلة 20 عام، وبالخصوص اليوم بارتفاع سعر صرف الدولار الذي أنهك المواطن وأصبح لا يمكن العيش بكرامة في هذا البلد. وأعتقد وعود حكومة الكاظمي كل التسويف ومماطلة، وآخرها حينما قال في الأيام القادمة سيتم تخفيض سعر صرف الدولار، ولكن مع الأسف اليوم أصبح بارتفاع مستمر وبشكل يومي لسعر صرف الدولار. ونجدد مطالبتنا حتى تحقيق مطالبنا من أجل أن يعيش هذا المواطن بحياة كريمة. ومن هذا المنطلق سنبقى لآخر لحظة ندافع عن هذا المواطن البسيط الفقير الذي يعاني من هذه الحكومات طيلة 20 عام، لم نرى منهم سوى القتل والقمع والفساد والظلم والاضطهاد. سنبقى ندافع عن هذا الشعب إلى آخر قطرة دم إن شاء الله وآخر نفس بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تظاهراتنا هي تظاهرات وطن غير تابعة لشريحة معينة، غير تابعة لفئة معينة. اليوم نتمنى احنا كل شرائح المجتمع كنا نتمنى بأن تلتحق بينا، لكن مع الأسف عدد قليل. الوجوه المعروفة دائما تطلع مع الأسف على الجميع. احنا ردنا شيوخ العشائر، ردنا المعلمين، ردنا المهندسين، جميع الشرائح لأنكم مظلومية. اليوم أبو الأسواق متضرر، اليوم جميع فئات المجتمع متضررة. فأنا احنا اليوم ردنا نكون جميعا بالساحة أمام مكتب مجلس النواب واسط. اليوم كنا موجودين، اعتصام سوف يكون لمدة 24 ساعة، وإحنا نتمنى أن تلتحقون بنا في الساعات القادمة القليلة. يعني بس انت جمال وطلعوا شو تعليم الفخر طبيعي، العالم وصلت مرحلة تعبانة، العالم تهزت وطلعوا طالبوا حقهم. هسه التبليط والكهرباء كل باهية ولا حامل واحد أتحرك ولا أحد يسويه. اليوم في سالك كنت غير أهل كل ما تجاهلك من تعرفه ونفسي من قام ما في سالك في الدنيا وبيشجعه وتكلم في مجلسه غير بعد البرنامج، بعد تشكيل الحكومة اللي كان لحكومة الأطار. طبعا حكومة الأطار بكل مفاصلها اللي هي تجمع تحالف الفتح بأكمله وعصائب وكتلة الصادقون اللي هي تابعة للعصائب، طبعا ومحمد الشيعي السوداني اللي هو الحزب مالتنا مال تيار الفراتين، طبعا كل هاي الأحزاب وحركة وعي طبعا من ضمنها اللي هي تدعي مستقلة أيضا وحركة حقوق، كل هذه بمنظومها كانت تدعي وتقول برنامجي ان اذا استلمت الحكومه وشكلت حكومه سوف انزل سعر الدولار، لان كان اللوم وين؟ يذبوه على الحكومه الصدريه. لكن اليوم تفاجئنا، غلبوا الحكومه الصدريه بصعود الدولار، وبدا اليوم الشعب العراقي تتفاقم به الازمات يوم بعد يوم، وجاي نشوف حتى احداث جاي تحدث بالعراق، احداث قتل كلها بسبب هذا صعود الدولار وبسبب الازمه الماليه. طبعا هي الازمه الماليه ضربت دول تابعة إلى المنطقة بصورة عامة، يعني مو فقط ليس العراق، لأن هذا الدولار جاي يهرب من العراق.
العراق من قبل مصارف أهلية، وهاي المصارف الأهلية اللي هي تابعة إلى هذه الأحزاب الحاكمة وإلى هاي الميليشيات طبعا، وما إلها كل رادع، لأن هو اليوم القانون بديهم والحكومة بديهم والدستور يتحكمون به كما يريدون. وهاي العقوبات اللي صدرها اليوم البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو استحقاق اليوم دفع الضريبة مالت الشعب العراقي وليس الأحزاب. الناس نطالب بس بالدولار، نطالب بخمسة اثنين، يعني ليش وقت تبقون هسه هم ما تعرفونها؟ همنا واحد يقول لك المطالب مجهولة، شعب العراقي يقول لك فلوس ماكو، يلا شو تعمل تطلع؟ وينك ارجع لنا الشباب؟ السلام عليكم. اليوم أبناء واسط وبقية المحافظات خرجوا بعد التنسيق بتظاهرة موحدة ضد رفع سعر صرف الدولار، هذا الرفع الغير مسبوق واللي ما مخطط إلى حقيقة بسبب تهريب العملة، بسبب اللي جاء عدم وجود تخطيط، بسبب الاقتصاد المنهار. ما أعرف اليوم إحنا كشعب عراقي يعني خيرنا يطلع الدول الجوار وشعبنا كاتل الجوع؟ هذا كله بسبب الحكومات والأحزاب العميلة اللي اليوم موجودة على الساحة. اليوم خرجنا بموقف سلمي وتشوفون الجماهير من أبناء واسط، آلاف الجماهير، بالأيام القادمة راح تكون لنا خطوة تصعيدية أخرى. وأيضا اليوم إحنا واقفين أمام مكتب مجلس النواب العراقي بالمحافظة وبقية المحافظات، أيضا هناك جماهير واقفة باب هذا المكتب، طالب النواب بحل لهذه الأزمة، طالب النواب بالتوقيع على وثيقة رفض لما يجري ووضع خطة للناس الفقرة حتى تعيش. أما تكون هذه الحكومة والطبقة السياسية عراقية، وأنا أجزم أنهم عراقيين. ليش؟ لأن العراقي ما يبوق وطنه ويودي خيراته للخارج. فهذه وقفتنا اليوم، وراح تكون لنا خطوة عندنا أخرى أكبر إن شاء الله باتجاه المركز في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت الجماهير العراقية بالتنسيق والتزامن في ساعة واحدة، اللي هي ساعة ثالثة عصرا، في كل محافظة بتظاهرة للمطالبة بخفض صرف سعر الدولار أمام ممثليات مكاتب مجلس النواب في المحافظات. اليوم الخطوة خطوتنا مرتبة منسقة بتنسيق ويا المحافظات، سبقت بقية الخطوات. خطوتنا مستمرة اليوم، وهو الاعتصام السلمي لمدة 24 ساعة أمام ممثلية مجلس النواب في الكوت وبقية المحافظات. هاي خطوتنا مستمرة. بعدها إذا ماكو استجابة من أعضاء مجالس النواب في جميع المحافظات لخفض سعر صرف الدولار وإيجاد آلية للمساعدة الطبقات المجتمع اللي تعاني من الفقر والجوع والحاجة الاجتماعية، احنا خطواتنا منع اعضاء مجلس النواب
من الدخول إلى المحافظات وخطوتنا المركزية إلى البنك المركزي ومفاصل والتهديد بعصيان مدني مستمر. إجراءنا أنه راح نمنع نواب المحافظة من دخول المحافظة، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ندعو إلى عصيان مدني مستمر. طبعاً الطيارة تتحرك، احنا ما نريد نطير هنا ونعلي صوت السماعات احتراما للأهالي اللي موجودين هنا. احنا منطقة سكنية واتمنى الحفاظ على الهدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرج ابناء واسط للمطالبة بتخفيض سعر الدولار. سعر الدولار دمر العالم، دمر السوق، الناس قتلها الجوع بعد ما تتحمل. يعني سعر الدولار كان 120 صعدته لل 147، تأقلم العالم، مشت تقدر تمشي حالها، بس هسه الوضعية 180 دولار. الفقير وين يروح؟ الحليب صعد، المواد صعدت، كل شيء صعد حاليا. حتى الطماطة دخلوها بالدولار، الخبز دخلوها بالدولار. واسط أكبر بلد، أكبر محافظة منتجة للحنطة، وسعر الطحين هسه هم صعدوا لل 50,000، ونفس المأساة. بس اليوم أبناء واسط اليوم طلعوا وعبروا عن رفضهم الحكومة الإطار والكل الأحزاب والكل التيارات ومدعي المقاومة ومدعي الشرف. اليوم منكم مو أنتم وكانت وعودكم تنزلون سعر الدولار، وين اليوم نفس الشيء من سيء الى اسوء. ساحات التحريق بالسلم نقمع صعوبة بالظالم وهدفنا نمط على الباب اندقى على الهوت عراق. شباب شو يرجع الباب شباب؟